السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا في جولة صحفية نستعرض من خلالها أبرز ما جاء في الصحف المحلية الخليجية العربية والعالمية المطبوعة والمواقع الإلكترونية. نبدأ مع صحيفة أخبار الخليج ونقرأ أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عهد البلاد المعظم حفظه الله ورعاه استقبل يوم أمس في مقر إقامة جلالته في أبوظبي أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وخلال اللقاء أكد جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وأخوه صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الحرص على مواصلة نهج التشاور الأخوي لما فيه خير شعبيهما وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المتبادل، كما تناول اللقاء جوانب العمل المشترك والسبل الكفيلة بدعمه في جميع المجالات التي تتسق مع جهود التنمية وتسهم في تحقيق تطلعات شعبي البلدين. إلى صحيفة الأيام ونقرأ أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه أصدر أمر جلالته السامي بصرف كسوة عيد الأضحى المبارك لجميع الأرامل والأيتام المسجلين لدى المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. وكلف جلالته المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أن تتولى مهمة الإشراف على صرف ومتابعة هذه المكرمة لجميع المستفيدين. إلى صحيفة أخبار الخليج ونقرأ أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بعث برقية تهنئة إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي المنامة بمناسبة تتويجهم ببطولة سوبر غرب آسيا لكرة السلة، وبرقية التهنئة مماثلة إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي النجمة وأفراد فريق كرة اليد بالنادي والجهازين الفني والإداري بمناسبة تتويج الفريق ببطولة الأندية الآسيوية 25 لكرة اليد. وأعرب جدرته عن تقديره لهذين الإنجازين الرياضيين المشرفين واللذين يضافان إلى سجل إنجازات كرة اليد والسلة البحرينية والذي يعكس التطور والتميز على مستوى القارة الآسيوية. كما عرب سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن تقديره لهذين الإنجازين الرياضيين المشرفين واللذين يضافان إلى سجل إنجازات الرياضة البحرينية. المنامة يكتب تاريخا جديدا للسلة البحرينية بتحقيقه بطولة غرب آسيا. تحت هذا العنوان نقرأ من الصفحة الرياضية لصحيفة الوطن أن النائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة شهد نهائي غرب آسيا لكرة السلة الذي أقيم في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والذي انتهى بفوز فريق المنامة على الكويت الكويتية. وأشاد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بالإنجاز الذي حققه نادي المنامة وتأهله لبطولة أندية آسيا لأول مرة في تاريخه، كما أثنى سموه على جهود اللاعبين والطاقمين الفني والإداري والدعم الجماهيري، معربا عن تقديره لفريق المنامة الذي كان خير ممثل لكرة السلة البحرينية في البطولة. كفو والله يا المنامة، رائعين جدا يا المنامة، جماهير خلفهم، أداء مرعب، حضور كريم معهم. نادي المنامة بيكتب التاريخ، نادي المنامة استحق اللقب على ما قدمه أمام أستانا في دور نصف نهائي وفي هالمباراة المباراة النهائية. مشاهدينا الكرام، لقطة للتاريخ، ونادي المنامة بيضيف اللقب رقم 54 بتاريخه، ولكن صدقوني اللقب رقم 54 غالي جدا غالي جدا، لأنه بيكتب معه رسالة إنه أهل البحرين عائدين بقوة، كرة السلة البحرينية عائدة بقوة جدا، وهالجماهير أو هاللعبة تحتاج الاهتمام مزيدا أكثر وأكثر، وما زالت اللعبة في البحرين تحظى بدعم كبير. وأمام هذا التصفيق من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة.
بمناسبة فوز المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بجائزة الإيسيسكو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم للتطوع في تطوير المنشأة التربوية بدول العالم الإسلامي. نطالع من صحيفة البلاد أن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أكد أن العمل الخيري في مملكة البحرين يستمد من رؤية ودعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتوجيهات جلالته الدائمة إلى سرعة تقديم المساعدة للأشقاء والأصدقاء في الظروف الإنسانية ومد يد العون للمحتاجين في مختلف دول العالم. وخلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة في العاصمة المغربية الرباط سلم سمو الشيخ راشد بن حمدان المكتوم الرئيس الأعلى لمؤسسة حمدان بن راشد المكتوم والدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو الجائزة للدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. ننتقل لصحيفة الأيام ونطالع أن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة نواف بن محمد المعاودة قال إن أبواب بعثة مملكة البحرين للحج مفتوحة أمام الحملات البحرينية كافة على مدار الساعة طوال فترة وجودهم أثناء موسم الحج لأداء المناسك إلى حين عودتهم إلى أرض الوطن، لافتا إلى أن البعثة تضم في لجانها نخبة من الكوادر الوطنية المؤهلة من الكفاءات من مختلف الوزارات وذلك من أجل أمن وسلامة حجاج مملكة البحرين. هذا ونشرت صحيفة الأيام فيديو للحجاج البحرينيين وهم يغادرون لأداء مناسك الحج وسط أجواء روحانية حيث بدأت يوم أمس أفواج الحجاج البحرينيين بالمغادرة إلى الأراضي المقدسة عبر مطار البحرين الدولي. طبعا المشاعر كلها مشاعر شوق ومشاعر لهفة لأداء هذه الفريضة الربانية المليئة بالكثير من العطاءات الروحية والفيوضات الربانية. الحمد لله رب العالمين اللي من علينا بزيارة البيت الحرام وخصوصا بعد جائحة الكورونا وحرماننا من زيارة بيت الله والنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فأكيد شعور لا يوصف، كلنا اشتياق للتوجه للزيارة لأداء فريضة الحج. الحمد لله ان انكتبنا ان شاء الله من حجاج بيت الله، نسأل الله ان نتمم كل المناسك مناسك الحج وان تكون اعمالنا ان شاء الله مقبولة وان شاء الله الذنوب مغفورة والحمد لله رب العالمين. لفتت صحيفة الوطن أن المهندس الشيخ محمد بن أحمد الخليفة وكيل شؤون البلديات بوزارة شؤون البلديات والزراعة قال إن أعمال التطوير في سوق الرفاع المركزي تسير وفق ما هو مرسوم لها، مشيرا إلى أن نسبة الإنجاز الكلية للمشروع بلغت حوالي 60% ومن المتوقع الانتهاء من المشروع مع نهاية العام الجاري. جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها وكيل شؤون البلديات لأعمال التطوير في سوق الرفاع المركزية. لفتت صحيفة أخبار الخليج أن مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أشاد بدعم معالي وزير الداخلية وتعليمات معاليه المستمرة للإدارة والتي كان لها الفضل في تحقيق مملكة البحرين إنجازا دوليا متميزا في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص، تمثل في تحقيق الفئة الأولى للعام السادس على التوالي في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في هذا المجال. واعتبر أن تحقيق مملكة البحرين هذا الإنجاز الدولي بمثابة اعتراف دولي بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة في سبيل إرساء دعائم مكافحة الإتجار بالأشخاص وفق منظومة أمنية واجتماعية متكاملة قائمة على الاحترافية والإنسانية بما يضمن حصول كافة الأطراف في سوق العمل على حقوقهم كاملة. مملكة البحرين قفزات رائدة في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص، عنوان مقال نشرته صحيفة البلاد للكاتب أسامة الماجد، فإلى سطور المقال.
لقد أصبحت مملكة البحرين بقيادة ملك البلاد المعظم والحكومة الموقرة برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أنموذجاً ملهماً ونبراساً في الميادين المهمة للفكر والعمل الإنساني، وكل يوم تحقق الإنجازات بكل الصور والأشكال وعن جدارة، وآخرها تحقيق الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص للعام السادس على التوالي كأول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتبوأ هذه المكانة والسمعة الدولية والمحافظة عليها لست سنوات. تعد جريمة الاتجار بالأشخاص من الجرائم التي تؤرق الضمير العالمي، وهي ظاهرة تزداد وتمتد بصورة خطيرة في معظم دول العالم. نطالع من صحيفة البلاد أن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية شاركت في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 26 في جمهورية روسيا الاتحادية. واستعرضت رئيس قسم تنظيم المؤسسات الصحية في الهيئة الدكتورة حصة صباح الدوسري الفرص المتاحة للتعاون في المجال الصحي في مملكة البحرين، واستعرضت دور الهيئة الوطنية في تنظيم القطاع الصحي في المملكة. كما ناقشت دكتورة حصة سبل تبادل الخبرات الطبية في مملكة البحرين والاستفادة من تقنيات التطبيب عن بعد وخدمة الأطباء الزائرين في المستشفيات المرخصة في المملكة. أشارت صحيفة أخبار الخليج إلى أن بورصة البحرين أعلنت عن حصولها على جائزة أفضل بورصة لمبادرات نشر الثقافة المالية في دول مجلس التعاون الخليجي للعام 2023 ضمن جوائز المؤسسة العالمية للصيرفة والتمويل. ويأتي هذا التقدير رفيع المستوى ليؤكد التزام بورصة البحرين المتواصل بنشر الثقافة المالية، وذلك من خلال برامجها المختلفة ومشاركتها المستمرة في مبادرة قرع الجرس بهدف نشر الثقافة المالية التي أطلقها اتحاد البورصات العالمية، إضافة إلى مشاركتها في الحملة الخارجية التوعية ملم بالتعاون مع مصرف البحرين المركزية بهدف نشر الوعي حول مكافحة الاحتيال في أسواق المال. بقلم الدكتورة للوى بودلاما نشرت صحيفة الوطن مقالا لها بعنوان المرأة دعم مستمر. انتهى منتدى دراسات السنوي السادس الذي تمحور حول دور المرأة في صنع السياسات ومراكز الفكر والبحوث بحضور غفير من العديد من الدول. كان تفوق حضور النساء واضحاً في المنتدى، وكانت مداخلتهن تؤكد على أن المرأة وصلت إلى مكانة مرموقة جداً، تجاوزت من خلالها مرحلة التمكين بل وصلت إلى مرحلة انصهار بين الرجل والمرأة. وخرج المنتدى بالعديد من التوصيات المهمة التي تم التوافق عليها من خلال النقاش العلمي المستفيض، والتي تؤكد أهمية استخلاص أفضل الممارسات في المجال وحث دول المنطقة على تطوير ومراجعة السياسات والقرارات المنظمة لعمل المراكز البحثية والفكرية. إلى قراءة لأخبار الصحف الخارجية والعربية والعالمية، والبداية مع صحيفة البلاد السعودية، ونقرأ أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أصدر أمره الكريم باستضافة 1300 حاج وحجة من أكثر من 90 دولة في مختلف قارات العالم لأداء فريضة الحج لهذا العام، وذلك ضمن برنامج الضيوف لخادم الحرمين الشريفين للحج الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد برئاسة وزيرها الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، والذي أكد أن الوزارة أنهت كافة الإجراءات لتنفيذ الأمر السامي بالتنسيق مع السفارات والملحقيات الدينية التابعة للوزارة بالخارج لاختيار المستضافين وتوفير كافة المستلزمات لهم لوصولهم للأراضي السعودية لأداء فريضة الحج.
إلى صحيفة الإمارات اليوم، ونطالع أن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عهد البلاد المعظم حفظه الله ورعاه استقبل أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في مقر إقامته في أبوظبي. وأشارت الصحيفة إلى أن سموه تبادل مع جلالة الملك المعظم الأحاديث الودية التي تعبر عن متانة الأواصر الأخوية الراسخة التي تجمع بين البلدين، سألين الله أن يديم نعمة الأمن والاستقرار والازدهار. كما تناول اللقاء جوانب العمل المشترك والسبل الكفيلة بدعمه في جميع المجالات التي تتسق مع جهود التنمية وتسهم في تحقيق تطلعات شعبي البلدين. نقرأ من الموقع الإلكتروني لصحيفة البيان الإماراتية مقالا بعنوان العلاقات الإماراتية البحرينية نموذج استثنائي للعلاقات الأخوية. تشكل العلاقات الإماراتية البحرينية نموذجا استثنائيا للعلاقات الأخوية الراسخة تربطها أواصر الأخوة والتاريخ المشترك. ترتبط دولة الإمارات مع مملكة البحرين بعلاقات تاريخية تمتد جذورها لعقود طويلة، ساعد في نموها وتطورها الثوابت والرؤى المشتركة التي تجمع بين البلدين. جذور العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة بين الإمارات والبحرين بناها وعززها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثرهما، وواصل نهجهما الحكيم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهي المملكة البحرين المعظم. شكلت العلاقات الإماراتية البحرينية أحد أهم مرتكزات الوحدة الخليجية من حيث التفاهم الكبير بين القيادة الإماراتية والبحرينية حول مختلف القضايا الإقليمية والعالمية. إلى صحيفة الشرق الأوسط، ونقرأ أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وجه دعوتان لرئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي لزيارة تركيا حسب ما أعلن القائم بالأعمال التركي في القاهرة السفير صالح موتلوشان. وبحسب ما جاء في الصحيفة أن السفير التركي لم يحدد في تصريحاته عن مكان انعقاد القمة المرتقبة، مكتفيا بالقول إن الزعيمين سيحددان مكان الاجتماع الذي سيعقد في أنقرة أو القاهرة. ننتقل للموقع الإلكتروني لصحيفة أندبندنت البريطانية، حيث أعلن بيان سعودي أمريكي مشترك أن طرفي الصراع بالسودان اتفقا على وقف جديد لإطلاق النار لمدة 72 ساعة اعتبارا من الساعة 6 صباح الأحد. وجاء في البيان أن الطرفين اتفقا على أنهما خلال فترة وقف إطلاق النار سيمتنعان عن التحركات والهجمات ومحاولة لتحقيق مكاسب عسكرية أثناء وقف إطلاق النار، كما اتفقا على السماح بحرية الحركة وإيصال المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء السودان. هذا وكان وزير الصحة السوداني هيثم إبراهيم قد صرح في وقت سابق أن أكثر من 3000 قتيل و6000 مصاب سقطوا منذ فجر الصراع في السودان في منتصف أبريل الماضي. نقرأ من صحيفة الغد الأردنية مقالا بقلم الدكتورة نهلة عبد القادر المومني بعنوان التصدي لخطاب الكراهية فإذا المقال. يصادف 18 من حزيران اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية، والذي يثير جملة من التحديات على المستويين الوطني والعالمي نظرا لما يشكله هذا الخطاب من خطورة على أمن المجتمعات واستقرارها من جانب، وعلى قيم التسامح والتعددية وقبول الاختلاف من جانب آخر. ما يزال العالم يفتقد لتعريف واضح ومتفق عليه لخطاب الكراهية بالرغم من المحاولات العديدة والمبادئ الدولية التي وضعت معايير لاعتبار خطاب ما على أنه خطاب للكراهية، ووضعت الأطر العامة للحدود الفاصلة بين ما يعد حرية للتعبير وما يعد خطابا للكراهية. يجب رفع قدرات الأفراد نحو التعامل مع المعلومات والمحتوى الإعلامي الذي يتلقونه، إضافة إلى إدماج ثقافة حقوق الإنسان في المناهج الدراسية على اختلاف أنواعها.
ونختتم مع صحيفة المواطن السعودي الإلكترونية، حيث انطلق حفل افتتاح دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في العاصمة الألمانية برلين، وذلك على الاستاد الأولمبي. وتشهد دورة مشاركة أكثر من 7000 رياضي يتنافسون في 23 رياضة أولمبية ويمثلون 170 دولة من مختلف أنحاء العالم. كما سيقام على هامش دورة إقامة عدد من المؤتمرات الدولية مواكبة لهذه الألعاب العالمية. وإلى فن الكاريكاتير من صحيفة البلاد. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام جولتنا الصحفية لهذا اليوم. دمتم في رعاية الله تعالى، وإلى اللقاء.